سمة مرابطية فارقة رافقت سيرورة الدعوة المرابطية من التأسيس حتى التمكين، هي هذا التآزر الحميم بين التنوير الفكري العلمي وبين الفعل السياسي، فيما تبلور بوضوح نجاعة في الحكم وغلبة في الانتشار، خاصة بعد ظهور دولة أزوغي التي بلغت فيها هذه الظاهرة اللافتة أوجها من خلال رجال كانوا حول الأمير أبو بكر بن عامر كوكبة وضاءة من العلماء الصلحاء، منهم الإمام الحضرمي وإبراهيم الأموي وعبد الرحمن الركاز. وقد أجمعت المصادر التاريخية مدونة ومروية على أن هؤلاء الرجال انضموا لجيش ابن عامر في أغمات ورحلوا معه إلى أدرار، ويبدو أنهم توزعوا أدوارا هامة في السياسة الشرعية والتهذيب التربوي والقضاء والإفتاء إلى جانب الوظيفة الروحية، وكادت تعفي آثارهم لا تكاد المصادر المتداولة اليوم تذكر عن بعضهم غير النتف والإشارات، لو استثنينا من ترك منهم مؤلفات ظلت موضوع اهتمام الباحثين والمحققين كالإمام الحضرمي، بيد أن الظاهرة الصحراوية الحافظة خزنت الكثير من أخبار هؤلاء الرواد في روايات متواترة ما يعرف منها ويؤخذ أظهر مما ينكر ويرد. فما هي الظروف التي اكتنفت ظهور هؤلاء الرجال، وكيف اتخذوا مواقعهم المتقدمة في دولة الفقهاء؟ قبل الحديث عن هؤلاء الرجال يجب التنبيه إلى أن يحيى بن إبراهيم القداري في طريقه إلى الحج اتصل بأبي عمران الفارسي في قيروان وطلب منه إيفاد شخص معه إلى هذه البلاد ليعلمهم دينهم، وعندما أطلعه على حالة بلاده وحالة قومه أعطاه رسالة إلى ولقاد بن زلول الدمطي، وهذا الأخير أوفد عبد الله بن ياسين إلى هذه المنطقة مع يحيى بن إبراهيم. وتؤكد المصادر التاريخية أن عبد الله بن ياسين هو أحفاد هذه المنطقة، وذهب إلى سوس للتعلم، وكان اختياره لم يكن كان اختياره لعدة أسباب، منها أنه يعرف المنطقة معرفة جيدة، والقصة معروفة أنه أسس رباطا وبدأ الجهاد وبدأ الفتح الإسلامي، وكانت بداية تكوين الدولة الإسلامية التي انطلقت من أزوغي أولا ثم كان مركزها في مراكش. وعندما ارتأى أبو بكر بن عامر ضرورة أن يعود إلى جنوب البلاد وترك مراكش ليوسف بن تاشفين، اصطحب معه بعض رجالات العلم من أغمات وريكة، ومن بين هؤلاء ما تذكره الروايات وتؤكده بعض الأشخاص لاعتبارات ولخصال في كل من هؤلاء الرجال، من بينهم الإمام الحضرمي أو محمد بن أبي بكر المرادي القروي الحضرمي، وهذا الرجل عالم فقيه لغوي له كتاب مشهور، كتاب إشارة في تدبير الإمارة، هو أول مرجع العلم السياسي كتب في العالم العربي الإسلامي. من بينهم كذلك إبراهيم الأموي أو إبراهيم بن محمد بن عبد الله، في بعض المصادر تذكر محمد بن عبد الله، بعض المصادر تذكر إبراهيم، تذكر أنه مات في أزوغي في معركة مع الكفار، وبعض الروايات تذكر أنه مات في أوس قرب جبل أمرجاب، وبموته
تكون تؤكد الروايات انهزام جيش العدو في هذه المعركة. وهنالك عبد الرحمن الركاز الذي رافق أبو بكر بن عامر حتى مات في مقسم بن عامر، ثم عاد إلى درار، ثم رجع إلى الصحراء. هنالك سيدي محمد الكنتي وعبد الله الزينبي. إذن هؤلاء الأشخاص جاءوا مع أبو بكر بن عامر وساهموا في الفتح الإسلامي، وكان لهم دور كبير في نشر الإسلام وفي بداية تأسيس الدولة المرابطية في هذه المنطقة من البداية. الدولة المرابطية، الحقيقة أن الدولة المرابطية هي أول دولة عرفتها البلاد، ويعود هذا الفضل في تأسيس المجتمع الموريتاني ومساهمة هذا المجتمع في بناء الحضارة الإنسانية بسرعة عامة. ولكي لا أطيل، أود أن أقول بأن هنالك مجموعة من العلماء جاءوا مع مؤسس أو أحد مؤسسي هذه الدولة وهو أبو بكر بن عامر، ويعزى أو حسب ما تقوله المصادر أن أبو بكر لما اهتم بخروج الجهاد في بلاد التكرور اصطحب معه 4 من نسل عقبة المستجاب تبركا بهم. وتؤكد المصادر التاريخية أن الحضرمي والأموي كانا قاضيين في أزوغي وحولها، لكنها لا تسعفنا بالكثير عن هذا العالم الصالح الذي تذكر الروايات المتواترة أنه هو أيضا تولى مهمة الإفتاء، وكانت له صلة حميمة بالأمير المرابطي. فمن هو عبد الرحمن الركاز؟ وما صلته برفقائه؟ وما سبب شيوع هذا اللقب عليه؟ وما مهمته فيما سميناه ظاهرة توزيع الأدوار؟ ومن ثم كيف أسهم بقوة في رفض الحركة العلمية لهذا البلد؟ عبد الرحمن الركاز هو عبد الرحمن بن أبي بكر ابن عبد الله الملقب الركاز. اختلفت الروايات في نشأته الأولى، هل كان في الصحراء ثم رحل شمالا يطلب العلم وظهر في أغمات أيام الفتح المرابطي، أم أنه نشأ في ضواحي مراكش بالمغرب الأقصى ثم انضم إلى جيش الفتح المرابطي، بيد أنه من المؤكد أن هذا الرجل كان أحد 3 أو 4 من الرجال الذين صحبوا ابن عامر من أغمات إلى أدرار، وكان حينئذ في حدود 20 من العمر، فهو أصغرهم سنا. وقد لعب عبد الرحمن الركاز أدوارا هامة جمع فيها مخايل الصلاح إلى الخبرة العلمية، كما أسندت إليه مهمة الإفتاء بعد وفاة ابن عمه الأموي. عبد الرحمن الركاز تقول الروايات بأنه تكلف بالاستشارة فيما يتعلق بحفر الآبار وبالحصول على المياه. بعضهم كان مفتيا للجيش، وبعضهم تكلف بتموين الجيش. وفي الحقيقة المراجع التاريخية كما ذكرت عن هذه المرحلة نادرة جدا، وحتى عبد الله بن ياسين هذا فاتح هذه الدولة والمؤسس المعلم الأول في هذه المنطقة لم يوجد عنه سوى 14 سطرا كتبها القاضي عياض البكري ذكره، ولكن البكري لم يصل إلى المنطقة، وإنما حصل على بعض المعلومات من المسافرين والتجار الذين اتصل بهم، وهو لم يصل إلى هذه المنطقة. إذن القاضي عياض ذكر بأن عبد الله بن ياسين رجل في الأسطر التي وجدت عنه رجل صالح أسس رباطا وبدأ الفتح الإسلامي في بلاد الملثمين، لم يذكر أين نشأ ولا أين مات ولا
ولم نجد عنه تفاصيل. هؤلاء أيضا لم نجد عنه سوى الروايات، وهذا التاريخ في هذه المنطقة المراجع أساسا هي المصادر الشفهية التي تتكرر. وبالتالي على كل حال هذه المصادر تؤكد أن هؤلاء الأشخاص الأربعة رافقوا، أو الخمسة رافقوا أبو بكر بن عامر. يبدو أن كل واحد، الرواية تقول بأن كل واحد من هؤلاء أسندت إليه مهمة في الجيش. بعضهم عبد الرحمن أسندت إليه مهمات تربوية، وبعض القضايا المتعلقة كما ذكرت بالسقاية والبحث عن المياه. وعبد الرحمن بن أبي بكر بن عبد الله بن سيدي سالم بن سيدي إبراهيم بن سيدي عثمان بن سيدي علي بن سيدي عبد الله بن سيدي جعفر بن سيدي محمد بن عبد الرحمن والي إفريقيا بن عقبة المستجاب. فيقول سيدي عبد السلام بن مشيش أنه تزوج بعدما أدخلت الإسلام، تزوجها عبد الرحمن الركاز ورزق منها ابنه الأول وهو المسمى علي مغار. ثم بعد ذلك تزوج من ابنة عمه أي بنت محمد مفتي الجيش، وولدت منه ولدين، الأول هو محمد والثاني هو أحمد. هذه هي أبناؤه الثلاثة الذين يعتبرون أجداد كل أبناء هذه. عن الرواية المشهورة أن الجيش المرابطي لما وصل إلى منطقة الحمادة بات ولا ماء معه، فصارت فرس الولي عبد الرحمن بن أبي بكر تصهل وتنبش الأرض بحافرها، فضرب موضع حافرها بقوسه فتفجر الماء منه فسمي بالركاز. ويبدو أن الأمير عبد الرحمن الركاز ظل قريبا من الأمير أبو بكر بن عامر، وشهد المراحل الأخيرة من العهد الذهبي للدولة المرابطية، بل تؤكد الروايات أنه دفن الأمير بيده وصحب خلفه ابن أخيه عثمان بن يحيى بن عامر اللمتوني، وربما يرجح ذلك تبوؤه وظيفة مفتي الأمير. وكما اختلفت الروايات في نشأة الركاز فقد اختلفت كذلك في ظروف وفاته، فهل توفي في رحلته إلى الحج أم أنه عاد إلى الشمال وهناك توفي، أم الواقع أنه بقي في أدرار حتى دفن فيها؟ لما اطلع على مراجع تذكر المكان الذي دفن فيه، توفي في الصحراء. تؤكد الروايات أنه وصل إلى تقام ثم رجع إلى أدرار وتوفي في الصحراء. عبد الرحمن ركاز وآخر من توفي وبقي حيا من زملائه بعد وفاة أبو بكر بن عمر، وطبعا ربما يكون قد عاد من موريتانيا، قبره لا ندري بالضبط أين هو، لكن الرواية تقول أنه ربما يكون في الصحراء أو في إقليمين لا أدري. المهم أن بعض من حفادته يوجد، لأن الهادي والطالب الهادي والمحمد طريحه بين تشيت وتجكجر. كان عبد الرحمن الركاز إذن ثالث ثلاثة أو رابع أربعة صاحبوا أبو بكر بن عامر ونشروا العلوم في هذه البلاد، وقد قدمنا اثنين منهم عبر هذا البرنامج، ولنا موعد مع الثالث في حلقة قادمة. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.